حمص البياضة 14/1/2012 القبض على أحد الشبيحة الذين تورطوا في قتل المواطن السعودي بندر، وهذه اعترافته. مين قتل بندر السعودي؟ الجيش. أين الجيش؟ الجيش العربي السوري النظام. والأمن الشبيحة شو لون على فيه؟ الأمن الشبيحة كانت مرافقة وراهم. ومين أوسوا؟ الشبيحة والجيش. وين أوسوا؟ أوسوا بالشارع. شو اسم المنطقة؟ وين المنطقة تبعيته؟ المنطقة اللي تقوص فيها المدرسة الحديقة اللي هي عند المدرسة تقوص. أين مدرسة؟ مدرسة طارق بن زياد. ومين قتلوا؟ قتل برصاص الأمن. أكيد؟ متأكد أنت؟ متأكد.